أتوجه بالشكر إلى شريكنا الاستراتيجي شاومي، وأحب أن أشكر جميع الصحفيين المتواجدين معنا اليوم على تغطيتهم لهذا الحدث. أعتقد إحنا على موعد جديد اليوم مع إطلاق يمكن أول منزل ذكي في 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 تونس، في شارع الحبيب برقيبة، في محلنا هنا، في محل أريده في هذا الشارع العريق. أعتقد التجربة اللي قاعدين نشوفها اليوم هي سمارت هوم بالتعاون مع شاومي، هي ربط الأجهزة المنزلية بشكل عام وإدارتها بشكل جيد، بحيث أن احنا نستطيع أن نقدم خدمات جديدة تسهل على حرفائنا إدارة منازلهم واقتصاديات المنزل بشكل عام. اليوم نقدر نربط جميع الأجهزة، سواء الإنارة، سواء التلفاز، سواء أيضا الأجهزة بشكل عام، المكيفات، الستائر، أجهزة السلامة والأمن بشكل عام، تستطيع التحكم فيها عن طريق الصوت أو عن طريق جهاز التطبيق، وتستطيع أن تقوم فيها داخل منزلك أو من خارج منزلك. هذه الخدمة اللي نحب إحنا نطلقها اليوم في هذا المكان هي عبارة عن بداية لنهج جديد نحاول نقدمه، وفكر جديد نقدمه للسوق التونسي بشكل عام، ونقدم أيضا تجربة تطور من مكان حرفائنا إن شاء الله إلى الأفضل.